ازيكم شباب، عاملين ايه؟ هنبدأ نعمل مهمة جديدة من لعبة هورايزون زيرو داون. طبعا احنا كنا هنعمل مهمة رئيسية، تمام. هو كده احنا واخدين هدف مكان وهو بيقول لي قابل ايرن ده في قصر الشمس، تمام. يعني هنرجع ورا خالص عند مدينة الشمس، تمام. طبعا ده هدف رئيسي اهو. اسمه مكمن، لا إلى الحدود، قابل للند في قصر الشمس، ماشي. اسمه إلى الحدود، برضه مهمة رئيسية، ماشي. كمالة المهمة اللي فاتت، تمام، لأن هو طبعا احنا وصلنا النقطة إيه، ما ماتتش. هو كده إيه، هي قالت له على بعض الحاجات وهو كده راح إيه يشوفها، تمام. طيب المهم كده احنا إيه، طبعا أنا هوصل هناك، أحط العلامة بتاعتي. طبعا أنا إيه يعني الفيديو هبدأ أفتحه أو أكمل تسجيل بعد ما أوصل، عند قصر الشمس، تمام. المكان هنا أو ممكن مثلا هنا مثلا، يعني المهم إيه عشان ما أطولش في الفيديو. طيب طبعا أنا وصلت عند العلامة دي اللي أنا لقيتها أثناء إيه سيري يعني، تمام. طبعا متهيألي كنت هنا، تمام، آخر حاجة، وبعد كده وصلت هنا، تمام، او كنت هنا مثلا ووصلت هنا. طبعا انا بنزل من فوق المهمه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت، ماشي. طيب هنوصل عند العلامه دي. طبعا انا خلي بالك انا لقيت طبعا وحوش بقاليين يعني، ماشي. طبعا ضربت منهم شويه، كملت لي الليفل 20، تمام. عايز تتعداهم خلي بالك منهم، لان هنا في اليين اهو في المنطقه دي واليين هنا في المنطقه دي. طبعا انا واخد الطريق دايركت كده على طول، تمام. طب انا هوصل لده حتى الاماكن دي ما كنتش جاي لها قبل كده، يعني انا هنا لسه جاي اسجل فيها، تمام. طيب هاجي هنا، تمام، ونشوف الدنيا ايه فيها ايه. طيب انا كده وصلت، خلي بالك في الحته دي اللي هي وانا رايح عند العلامه التانية اللي انا قلت لكم عليها اثناء ايه، اثناء اللي هي هنا. في بقى مش آليين المره دي، في ناس عصابات وحاجات زي كده، ماشي. ممكن ان احنا طب نشوف برضو الايه الحاجات اللي معانا، تمام. عشان يبقى ايه معانا المؤن بتاعتنا جاهزة يعني، تمام. عندك من دي؟ لا. دي عايزة ايه؟ عايزة حبال. وانا اللي حبال ايه، ماشي. انا لو اعرف كده كنت حوشت شوية حبال. طيب المهم هنخش على الجماعة دول، تمام. طب انا كده معايا ايه ذخيرة ايه، يعني خلينا في الذخيرة دي. في حد اهو، تمام. كويس، هو أول ضربة إيه بموته. ماشي، طبعا في واحد مستخبي أو لو واحدة مش عارف، هي غالبا ستات مش عارف، سامع من الصوت يعني. طيب في حاجة تانية، تعالى كده نشوف. في واحد بس اللي هناك، ماشي، عند العلامة. طبعا دي علامة التسجيل اللي أنا هسجلها. تعالى نشوف الأخ ده ظروفه، تمام. هو كده مفيش حد متهيألي، تمام. تعالى بقى إيه نشوف لو في أسلاك ولا حاجة معاهم ناخدها عشان نعمل بيها الهدف. مفيش كسرات معدنية، تمام. طيب عامة هسجل هنا، تمام، عند العلامة اللي ايه اتفقنا عليها، تمام. وطبعا الحاجات دي ناخدها عادي بقى في اي في يعني عادي من غير فيديو، تمام. طيب انا كده ايه يعني هضطر ان امشي على الخط ده واوصل لهنا، تمام. طبعا انا هنا متسجل، بسجل قبل كده، تمام، بس عشان ايه نوصل واحدة واحدة. طبعا لو قابلتني حاجة ايه هقول لكم عليها، بس وخلاص احنا كده قربنا ايه من الهدف. طيب كده يا جماعة انا وصلت لايه، للعلامة او التسجيل اللي بعد كده هنا اهو، تمام. طبعا دي منطقة اهي سلمية يعني مفيهاش حاجة، وفيها ناس بتبيع والكلام ده كله. طبعا انا كنت هنا يعني ايه وجيت هنا كده، هبدأ ان انا ايه اكمل على العلامة اللي بعديها او العلامة اللي بعديها،
تمام، يعني ممكن هنا مثلا، وهنا في تاجر تقريبا تاجر برضه بيبيع بوابة ميريديان اللي احنا كنا هنا فيها قبل كده. طيب تمام، هنبدأ نكمل كده. انا وصلت يا جماعة للعلامة دي، تمام، وهي طبعا تقريبا امتداد المكان اللي كنت فيه. انا كنت فوق، نزلت انا على السلالم اللي هم عاملينها ديت، طبعا وصلت ايه للمكان ده، تمام. ودلوقتي هعين برضو طريق تاني عشان امشي فيه. ممكن مثلا متهيألي ان انت هنوصل مثلا للمدخل اللي هنا، ماشي، او هنا، ماشي كده. متهيألي نبدأ بقى ان احنا ايه نسحب المكان جوه المدينة، نبدأ نسجل عادي. ماشي كده يا جماعة، وصلنا للمكان، تمام. هنبدأ ان انا ايه اكمل بقى المهمة بتاعتي، تمام. العالم اهو خلاص نشيله، ماشي. هبدأ ان انا ايه احطه هنا كده بس. في حد مستنيني ولا دي ناس عادية؟ هو في حراس كده واقفين، يعني مش مريحيني بصراحة. No one goes into the palace without an invitation. ايه؟ ثواني كده، لا في حاجة. No one goes into the palace without an invitation. بيقول لك محدش يدخل ال بدون دعوة، فتهيألي اختار ان انا اكلم ده. Greetings, Aloy. I am known as Blameless Mirad. Please come with me. You're needed for an important consultation. What do you mean? Where's Erend? He's inside, attending the Sun King, where we should be without further delay. Follow me, please. All of these people are here to see the Sun ماشي. King. Yes, and each has come كده to ask اتباع مرضى unpleasant, but مرض. ماشي، انا كده مرض يجري شوية. It's all very intriguing. I'm not here to intrigue you. Too late. First the Osram gets special treatment, and now Outlanders and savage beings. Okay, the word kill away. Passed by some Outlander woman? Unacceptable. I've been here for 2 hours, and this Nora goes to the front of the line. Ignore them. Nobles are like children who whine when they don't get a second helping of dessert. What's the Sun King like? The most important thing is what he isn't like. His father. I think you'll find him to be a reasonable man. Aloy of the Nora. She who sees the unseen. Welcome. It would seem you have done me a great service. Erend, tell her what you found. I checked Ursa's tomb. You were right, Aloy. The body is missing a scar below her right knee. I gave it to Ursa when we were kids, fighting over a toy sword. If the body is not Ursa's, then we must assume she is still alive. And I will not abandon her. We only know she was taken, not who took her. I can help with that. Ursa has an enemy among the Osirom. A warlord named Durval. Impossible. Every clan in the claim has been hunting for him since the liberation. He has to be dead by now. No other Osirom had the motive and ingenuity to lure Ursa into this trap. I expect to find him lurking somewhere near the border. I've already sent an agent to investigate. He'll be waiting for word from us at the marketplace in Pitchcliff. I can't move troops to the border without provoking the Osirom. But I could send a few vanguardsmen. And perhaps an exceptionally gifted Nora as well. Erend, Mirad, let me discuss it with her privately. I hate to impose further after all you've done, but this is a matter of great importance to me. ماشي. الوقت قليل، يعني ممكن انت وقت قليل ده بتنجز على طول المهمة. أسئلة بشأن مملكة شمس كارجو، ممكن دي. I'd like to ask you something about the Sundom and its politics. By all means.
ماشي، أن تصبح ملك الشمس، قصرك كرجة وزيرام، كرجة الظل. تعال نشوف دي. What can you tell me about the Shadow Carja? What do they have to do with Ursa? They are remnants of my father's regime, holding out at the fortress of Sunfall to the west. Like him, they care only for domination, and seek to draw upon the power of the sun by spilling blood in its name. Since Ursa helped me take this city from them, they were perfect scapegoats. Derval knew this, of course, and planned it well. ماشي، أن تصبح ملك قصرك مثلا، هنقول مثلا قصرك. What a place you got here. You can almost see the little people below the mesa. You don't approve. Well, I have a secret for you. Neither do I. But we must be patient. Change won't come in a single sunrise. But will it happen at all while men live in palaces? It might. Eventually. If people like you help me bring it about. ماشي، ناخد اللي فوق دي. أن تصبح ملك الشمس. Who killed his own father in order to unite the tribes in harmony. Is any of it true? They say you can see the invisible, split an arrow at 50 paces, and tame machines at a glance. How much of that is true? It's not too far off. Well, I would like to unite the tribes in harmony, but you saw how many courtiers I have to deal with first. Maybe next week. مش كارجو وزيرام. Your politics seem very complicated. The Oseram are friends, but enemies too. I couldn't have liberated Meridian without the help of Ursa and her Oseram freebooters. Many of them have settled here. But the Ealdermen of the Oseram clans and the Claim have become jealous of their success. So have many Karja nobles. It's a volatile situation. Especially given the fact that my father raided the Oseram for years. Ursa helps keep the peace, promising a future based on mutual gain. But some, like Derval, will never let go of their venom. ماشي، رجوع بقى تاني. ماشي، انت وأرصا. ماشي، ده خلاص كسوف. دي رفال. الوقت قليل. I need to get going. I know. Well, they say kings should never beg. But please, help me find Ursa. Who says that? Murad, for one. Don't hesitate to ask him or Erend if you have further questions. ماشي. طب هو كده بيقول لي اذهب الى بيتش كليف. ده واحد برضه. تمام؟ وفي حاجة هنا. مش عارف ده ايه، ممكن مثلا دي كده. ماشي، ده كده خلناها. طيب المهم، ده كده كتاب مش عارف ايه. ماشي كده، انا عندي الهدف بتاعي كملته بقى. تمام، كده هي مسافة كبيرة للدرجة دي. لا، المفروض كده مثلا ايه، ثواني. هو كده المفروض بيقول لي اذهب للتشيكليف ده اسأله. تمام، هو ده فين بقى؟ ده هنا. تمام، طيب هو دي كده جزء من الايه، من المهمه يعني. تمام، يعني انا كده لسه ما خلصتش. ماشي، الى الحدود اسمها الاكسكليف ده. المهم كده، طبعا هوقف الفيديو وهروح للراجل اللي هو بالشكليف ده. طبعا لما لقيت المنظر ده في ليلي قلت لازم اروح. خلي بالك ان ده في الطريق وانت ماشي في المنطقه دي. طبعا انا هنا يعني هتبعد عن المكان. طبعا ده ماشي اهو، البتاع ده الموكب ده ماشي، وبتطلع له دوده من تحت الارض دي اللي هو بتاع الاثنين. طبعا انا كده مستخبي، فانت كده خلي بالك من المكان ده، لان انت كده ايه قربنا على الهدف. لسه الموضوع صاحي اهي. متضربش الا لما تطلع بره. ممكن كده مثلا ايه، لو قسمنا الهدف السهم
ماشي. ده جاي هنا تحتية. لا طب هو كده بيخلصوا على بعض ماشي. فانت واقف ايه تستنى لحد ما يخلصوا على بعض ونشوف هنعمل طبعا المنطقة احنا على الحرف بتاعها. احنا ممكن ايه يبقى ده كده معنا مع كان التسجيل بتاعنا. لازم ايه نروح هنا تمام عشان نكمل. احنا كده مش متشاف. لا متشاف كده مش متشاف. هو كده الدودة شكلها جامد. هي خلصت المكان بتاع الموكب. ماشي هما كده خلصوا على بعض عامة تمام. وهي موجودة على المية اهي. ماشي. طيب المهم احنا ايه مش عارف امشي ولا امشي. طب يقفش طب انا بفكر ان احنا بقى ايه نبقى عندي خالص كده. ماشي كده الهدف بتاعنا هنا 88 متر. هروح اسجل فيه. طب انا قلت لكم ايه انا جبت المكان على اساس ان انتوا تبقوا عارفينه ماشي. لان انت ما تفاجئش بيه يعني. ايه انا بقول تعالى نصطاده كان لازم لحاجة تانية. فهي هو الدودة دي خلصت الموقف كله. يعني الحراس بتاع الموكب كله خلص يعني. ماشي كده انا وصلت للنقطة دي. هسجل ماشي تمام. احنا كده هنا اهو تمام. انا كده عديت الحتة اللي هي الفاسدة اللي هو فيها الدودة دي تمام. ده 32 يعني ليفل انسى. المهم هو حددت لي هدف اساسا في منطقة 32 تمام. وهو الهدف اساسا 15 او 18 معرفش تمام. طيب احنا كده هنفضل ماشيين في طريقنا بقى لحد ما ايه من نوصل تمام. طيب انا المهم كده هكلم الراجل اللي هو قال لي عليه ده بتشكليف ده تمام. طيب هقفل الفيديو لما اوصل لبتشكليف ده ايه نفتحه. طيب انا كده يا جماعه قربت من بتشكليف ده ماشي. في طبعا تسجيل هنا. خلاص انا كده المفروض اوصل هنا. مدينه برضو تقريبا. انا كده سجلت يعني هوصل هنا للمكان واسجل واكمل بقى على طول. ماشي تمام كده ما قداميش الا ايه المكان نفسه اللي هو ده. واتكلم بقى بالتشيكليف ده. هو غالبا فوق في الجبل ده. مش في حراس بس هل الحراس دول ودودين؟ متهيألي طالما معلمش عليهم بالاحمر خلاص. ماشي تمام مفيش. ماشي نطلع بقى كده عادي بالسرعة بتاعتنا. مقابلة عميل مراد. مقابلة عميل مراد 24 ليفل 24. ده كده صنع تقريبا لبس وحاجات زي كده ممكن يعني ايه تشتري منه. طبعا لسه ما شفتوش.
طب انا هروح بس للايه، للهدف بتاعي. العميل مرات فين؟ اهو تحت، تحت هنا ضايقني واحد بقى ولا ايه؟ اهو لسه برضه، اهو هنا هنا. No sign of Marat's guy. He's had plenty of time to investigate. We'd better look for him. Damn right. مش العثور على عميل مرض، هدور عليه بقى. طبعا هستعمل طبعا طالما ايه تحديد الاثر اهو تمام. بالشي معرفش حد يعني كده. ماشي برضه هبص كويس. ماشي هنا تقريبا. ماشي تعالى كده يعني نشوف ده فيه ايه. أسرة معدنية اه، الأسرة يعني الأسرة اللي أنا همشي عليه اه تقريبا اه هنا كده. ماشي هنا كده. اه في حد بقى هو ميت ولا ايه؟ بص كده. Has to be Marat's guy. Durval's thugs must have made him. Maybe because he found something. Look at this. I think he drew a map with his own blood. Right. Those kind of maps you know you better follow. That might be Pitchcliff. He marked a spot to the north. Could be Durval's location. My men are waiting outside of town. I'll grab them and meet you there. ماشي. هو بيقول لي كده اذا انا معسكر ديرفيل. ماشي يا رب بس ما تكونش مسافه كبيره. مش 365 هي هنا مش مشكله. اه يعني بقى المعسكر منين، من بره ولا منين؟ ولا تطلع بره المدينه خالص ممكن كده. اه الدنيا مفتوحه معايا. طيب تمام. لا يبقى كده من بره، يبقى هنلفله بقى من حته ده مقفول هنا. طيب يبقى من هنا كده وهتحول بقى. من بره خالص أهم حاجة خلي بالك لا تقع بس. مش هو هنا كده اه ممكن ننزل كده سرانسي من هنا اه كده. في حاجة تانية ايه؟ هو انا بعيد عنها عامة بس ايه؟ يعني برضو ماشي. ودي خشبة تانية. ماشي هوبا. طب مش يعني حاول نبعد. ماشي خلي بالك عشان ايه الحاجات دي. خلينا ننزل كده يعني طبعا مش هتعمل حاجة بس ايه خلينا ننزل وخلاص. اه في تسجيل اهو. ماشي انا سجلت بقى ايه، هروح على الهدف بتاعي والحاجات اللي بتنور فوق في الكاميرا دي
الرجال الاهليين ولا ايه؟ طائر عصفي ده روبوت، ده روبوت اسمه طائر عصفي، ده بيطير يعني. طب تعالى نشوف ده، هو اللي ده اللي فوق ده، لمس التنين ده. طب قشطة، حارب تنانين يعني. ده أضواء عادية مش روبوتات يعني. ماشي، المهم أنا بطلع في حتت غريبة. طبعا انا طالع على مهلي خالص، وتوطي نفسك كده وانت طالع عشان ايه يعني، تبقى احتمال ان هم يجيبوك يعني ايه اقل شوية. المهمات الرئيسية دي بتبقى طويلة ومليانة أحداث، لأن هي دي اللعبة أساسا. طبعا الطريق انا خدته تاني واحدة واحدة كده، وقابلت طبعا حاجات ماشي، في بعض منها وريتها لكم في الطريق. Machines. Looks like they've been chained up. Durval's a tinker. He probably experiments on them or strips them for parts. Maybe I can use them to make some trouble. I'll go in first. Hold off until the fighting starts. All right. We've got your back. مش هو كده بيقول لي ايه؟ لسه المهمة الجديدة ما خدتهاش، قتل الغرباء وربطت. ماشي حبيب قلبي، ودول هيدعموني. طب ننزل زيهم. استخبى هنا، عايز بس ايه، الروبوتات دي صعبة ولا سهلة؟ نشتغل كده نجيب الدنيا. خلينا البني آدمين، في روبوت هناك اهو متأيد. تعالى نقتل المتأيد الأول. ماشي، في واحد هناك تخين كده. ماشي، طيب تعالى نقتل الروبوتات المتأيدة الأول، مثلا كده واسم الهدف ده كده. ماشي، وبعد كده ايه نشوف بس الذخيرة اللي معانا. هضرب كده البتاع اللي فوق دي. ده متضربش على طول. تمام، هو كده مبيبقاش عارف يمشي. تمام، حلو أوي. طبعا في روبوتات تانية. بس برضه بنقسم من الهيلث ابن اللذين. طبعا بقى ايه، في بني ادمين بقى. تمام، في هناك كده كتير. كمل، طبعا هخش بقى عليكم بالايه والرمح. هو ده اللي احنا معاكم. يلا يا حبيب قلبي، ايه الكتير ده؟ اشتغل بقى، هي روش بقى. تمام،
خلص على البناء اليمين الاول، سيب البتاع دلوقتي. تمام، في ناس فوق مستوى 21. طب السلم ده عامله ليه؟ ما انت مش هتطلع. مش عارف اطلع. طبعا كل السلالم دي عايزه بالاسهم بقى، تيجي بالاسهم. بس انا كده درس الكبيره ده. مقفولة. طب في حاجة هناك ايه؟ رب من السماء يطلعش روبوت. خليك يا بوت. المهم فين بقى الناس اللي معايا؟ متهيألي ماتت ولا ايه؟ كل ده روبوتات يعني. كويس، دمرت البطارية بتاعته على طول. تمام، مش في حاجة هنا برضه. لا ما نجيبش من هنا ده، او بالاسهم بقى. تمام، ماشي كده. في اللي موجود روبوتات. طب تعالى هنا كده، ماشي. ده اللي بيطير. العشور على ايه؟ ارسال. طب المهم يعني انت كده اول حاجه ندمر الروبوتات والناس. تمام، وبعد كده بقول لك العشور على ارسال. معرفش ده واحد اسمه ارسال ولا انا هجي ادور على ارسال يعني. طيب هذا كله ايه؟ بنرغم كده، ماشي. هنا ننزل صح. طيب في اللي هو طبعا ده اللي هدور عليه ولا ايه؟ يا عم خليك. هو كده متهيألي كل الناس مفيش الا ده. ده هدمره عشان نخلص منه. ماشي، هو كده مدي علامة. بقول له 51 هنا ممكن. طب تعالى كده ايه
نجيب شوية أسهم هنا. ماشي، هنا الباب ده بعدين متهيألي. Val says you gotta eat dirt. ممكن لو دمرت دي بالاسهم تبقى ميمي. انزل في كده. ماشي، بقول لك ايه، عمرو راسي عمرو كده طبعا. Ursa must be in there. We have to get through. Nah, but I'm Murtazak. They must use these to protect themselves from that awful sound. مش اخترنم. مش خلاص كده، تعطيل الجهاز الصوتي. هو طبعا كده ايه، ممكن كده يعني ننزل كده مثلا. ماشي، انا كده طبيته. طيب كده خلاص، انا عطلت الجهاز الصوتي. افحص ورشة اللي هي تحت دي، متهيألي ديرفال. بس انا كده اشوف الجهاز ده، وفي جوه حد مسجون اهو. ماشي، ارسا دي اوف. Try to break me. Shows what he knows. I should have been with you. Why didn't you come for me? I know I'm a useless trunk, but... No, idiot. I got a message from Durval saying he wanted to parlay. I didn't come for you because I knew it was a trap. I couldn't let you get hurt. Just didn't think it'd be that good a trap. Thought I could take him out. Now listen, Durval's planning something big in Meridian. He said he'd force Avad to watch as the smoke darkens their precious sun. Your king needs you. No more playing around. You're gonna have to grow up fast. I will. I promise. You damn well better, little brother. Ursa. No, no. Please. I won't let you down. I promise. Erinda. I'm so sorry. You've got to find Durval. But Meridian's a big place. I'll look through his things. Maybe we can narrow it down. Oh.
ماشي كده، فحص ورش الدربال لسه. طيب مش هنا في حاجة ايه؟ This machine's been picked apart with precision. تمام. لا هنعمل كده وماشي ماشي. المهم كان في هنا حاجة زرار فحص كده. What's Derval learned from all his tinkering? Do I even want to know? طيب فحص برضو جهاز تسجيل، اضغط الى تشغيل نقطة البيانات الصوتية. ماشي تاني. اه في حد هنا قاعد ده ايه؟ اه ده لسه. I'll head back to Meridian. I just need a little time. انا كده مفيش حاجة، بس انا كان في حاجة بتعد كده. نروح التجمل. ده عايز المكان بقى ايه نفضيله وناخد الحاجات دي فيه. سيبك منه دلوقتي. Notes about crafting. And a letter tucked between the pages. Lots of blaze. Headed to Meridian. If we find it, I'll bet we find Derval too. في حاجة هناك برضو. أهو ده ماشي. طب هو كده عمل علامة اهو، المفروض ان انا كده حديث ده ايرنت. تمام بعد ما انا عملت الحاجات دي كلها. طيب هنشوف بس كده في السريع، ممكن نخلص من التعديلات. تمام التعديلات اللي هي الخضرة دي مش عايزها، يعني دي كده عندي منها اتنين. ماشي تمام ماشي. ماشي ناخد تاني برضو ايه، نشوف كده الصندوق ده. ماشي نسيج مقاومة التجميد. طيب ممكن عشان نستفيد منه في الصناعة تعديلات برضو نشيل تاني الأخضر مش عايزينه لأنه ضعيف. تمام وناخد ده برضو، ده دي اللي ناقصة. تمام وهتكلم مع ايرين ده بقى. I think I found something that can help. Let's head back to the palace. Go. I won't be long, but I need to tend to my sister. ماشي اكتملت المهمة الرئيسية إلى الحدود. تمام وخبر 5000. ماشي سيسقط كورس الشمس، دي هي المهمة اللي بعد كده. طيب نقفل بقى الفيديو ونعمل المهمة دي في فيديو تاني.